اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه، وفقرتنا المره دي هتبقى عن سياسه مصر الخارجيه وعلاقاتنا الخارجيه وتاثرها بالوضع الراهن، لانه طبعا دايما عندنا قلق احنا كمصريين من سنه 73، من ساعه حرب اكتوبر واتفاقيه السلام لغايه النهارده عندنا قلق، ويمكن غالبيه المجتمع رافض للتطبيع برغم انه في جزء من المجتمع موافق جدا على التطبيع وفي ناس عملت علاقات اقتصاديه، ده غير ان احنا بشكل رسمي في بيننا وبين اسرائيل سلام ومفروض انه يبقى في علاقات، هم بيحاولوا يزودوها واحنا بنحاول نلمها. هنتكلم في التفاصيل بالظبط مع ضيفتنا الكاتبه الصحفيه استاذه سحر ضياء الدين، رئيس تحرير نائب رئيس تحرير جريده الوقت. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. لو اتكلمنا عن المخاوف الاسرائيليه، المخاوف الاسرائيليه من مخاوف الصهاينه من مستقبل العلاقه مع مصر بعد الثوره، بعد تنامي وتصاعد التيار الإسلامي السياسي في مصر، ممكن نقول إيه عن ده؟ هو العلاقات المصرية الإسرائيلية طبعا اختلفت بعد الثورة تماما، مع الثوريين أو مع ثوار مصر ومع كل الشعب المصري باستثناء بقى الإسلاميين. كمان الإسلاميين لما وصلوا لمجلس الشعب طبعا الوضع اختلف تماما، كل المصريين كانوا رافضين للتطبيع، على الرغم ان هو كانت في برامج كتير للتطبيع، لكن كل المصريين بدون استثناء الا عناصر رجال اعمال قليلين جدا كانوا هم اللي بيطبعوا لمصلحتهم الاقتصاديه طبعا، لكن كل المصريين كانوا رافضين. وبعد تشكيل مجلس الشعب الاسلاميين طبعا رافضين تماما للتطبيع بالشكل اللي كان حاصل المصري الاسرائيلي. فأنا أعتقد أن شكل العلاقة ده هيتغير، أو هو ابتدى يتغير طبعا، بس الأيام اللي جاية دي هيتغير أكتر وأكتر، هياخد شكل مش هيكون شكل ندي، يعني إحنا هنكون ند لإسرائيل، مش هنكون أقل منها، أو أن إحنا يعني بنحاول أن إحنا نرضيهم. ده طبعا هيكون مرفوض عند المصريين كلهم وعند الإسلاميين بصفة خاصة. طيب خلينا نتكلم عن سيناريو العلاقة السياسية في اتفاقية سلام بشكل رسمي موقعة بين مصر وإسرائيل، وفي دايما كلام عن الملاحق السرية والبنود السرية اللي دايما نتكلم فيها، وفي توزيع للقوات بتاعتنا موجود في سيناء بقى شكل معين وقطاع A وB وC وD، وفي حاجات بتخفى علينا ساعات كده فجأة نسمع انه لا ده في بند كذا في اتفاقية السلام احنا ما نعرفوش هو السبب مثلا في مشكلة ما. دلوقتي تيار الاسلام السياسي وصل قرب يوصل الى سده الحكم، ويمكن البرلمان خلاص هو واخد الاغلبيه فيه. حضرتك شايفه اتفاقيه السلام مستقبلها ايه ما بين مصر واسرائيل في اطار انه البرلمان من حقه يتكلم في حاجات كتير ومن حقه ان هو يغير حاجات كتير، ودايما في مطالبات لتعديل اتفاقيه كامب ديفيد. على الرغم من ان الاسلاميين اول لما وصلوا البرلمان قالوا ان احنا مش هنعدل في اتفاقيه السلام وهنحافظ عليها، إلى أنها ظهرت في وقت من الأوقات لما قضية التمويل الأمريكية، جمعيات منظمات المجتمع المدني الأمريكية، وهددوا الأمريكان، هددوا أن هم هيقطعوا المساعدات، فما كان من البرلمان والإسلاميين إلا أن هم أظهروا حتة معاهدة السلام وأن هو هيبقى فيها نظر وهيبتدوا يتكلموا فيها وهتخضع للتعديل، طالما ان الجانب يعني في بنود فيها او كانت مكمله فيها المعونه، كانت مكمله ليها حته المعونه العسكريه خاصه العسكريه. ابتدى الاسلاميين يتكلموا طب انتوا بتهددوا بقطع المساعدات، احنا عندنا كروت احنا كمان هنستعملها، وابتدوا يتكلموا عن تعديل في اتفاقيه السلام، معاهده السلام. طب الاول هل ده كان رد فعل؟ هل يجوز لينا، خلينا عشان نبقى واضحين، هل يجوز لينا نعدل في الاتفاقيه؟ انا معلوماتي بتقول انها اتفاقيه تضامنيه ملزمه ما بين الثلاث دول خارج اطار الامم المتحده، لا يجوز لاي طرف التعديل فيها بغير موافقه الطرفين الثانيين. هل احنا التهديدات دي او التصريحات زي ما حضرتك قلتيها دي، هل هي قابله للتنفيذ ولا احنا قلنا كلام ممكن ما نعرفش ننفذه؟ هو ساعتها كان رد فعل، وبعدين طلع كلام تاني بعد ما حدوث بعض المناوشات على الحدود، مناوشات الإسرائيلية. فإحنا أي معاهدة في الدنيا طالما التزم الطرفان بها يبقى إذن هيبقى فيه
التزام من الطرف الآخر. لو أحد الطرفين أخل ببعض التزاماته أو ببعض مما يملأ مما هو المفروض يعمله، فده هيخلي الطرف الثاني يغير فيها ويحاول ويطلب تعديلها. ويمكن حصل ده، ان احنا حصل يعني مرتين مناوشات على الحدود، فيما في حصل مره اخيره بس دي ما كانش فيها قلق كبير، لكن في المره اللي قبلها اللي استشهد فيها بعض الجنود المصريين، وده دايما بيبقى في اطار انه الجيش الاسرائيلي بيطارد المهربين والسيناريو اللي احنا عارفينه. لكن المره اللي قبل اللي فاتت تم المطالبه بشكل كبير جدا انه طيب طالما ده حصل وحصل انتهاك للاتفاقيه فاحنا من حقنا نطلب التعديل، ليه ما تمش التعديل؟ والله هو او الطلب حتى يعني يعني هو احنا طلبنا معناها ان هو يعني هيحصل التعديل ان عاجلا او اجلا هيحصل التعديل، لان بعض الاراء القويه جدا قالت ان ده وعد السلام لا قران ولا انجيل. اذا لم يلتزم احد الطرفين وابتدى ان هو يخل ببعض بنودها، من حق الطرف الثاني ان هو يطلب. واعتقد ان الاداره الاسرائيليه في المره دي بالذات طلعت واعتذرت، ودي كانت من السوابق القليله جدا في تاريخ علاقتنا او علاقه اسرائيل بالدنيا كلها انها تطلع تعتذر. يعني مظبوط مظبوط، لان هي حاسه طبعا ان الدنيا اتغيرت ومصر اتغيرت والمصريين اتغيروا وبقى ليهم حقوق ان هم يتكلموا ويقولوا رايهم، وده اللي ابتدوا يقلقوا منه يعني. طيب لو اتكلمنا عن اتفاقيه السلام وملحقاتها، جزء زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي انه في جزء مرتبط بالمعونه العسكريه وجزء منها هو تسليح الجيش المصري، لكن في جزء تاني مرتبط بتصدير الغاز لاسرائيل وما اثير حوالين القضيه دي وما اثير حوالين دور اللواء عمر سليمان ودور الشركات الخاصه ودور حسين سالم في الموضوع. مدى ارتباط تصدير الغاز لاسرائيل باتفاقيه السلام ومدى قابليه تعديل اتفاقيه تصدير الغاز، وعلى الاقل نقدر نحصل حتى لو ما قدرناش نلغيها نحصل على الثمن العادل للغاز، ده ممكن يتحقق ولا مش ممكن؟ انا اعتقد يعني انا سمعت قريت راي قانوني بيقول ان هو ما دام العقد ما كانش مجزي وما كانش مكافئ فعلا للسعر الحقيقي للغاز المصري، فمن حق مصر ان هي تعدل شويه وترفع الثمن ليكون فعلا هو ده ثمنه في السوق العالمي. بس دايما بتطلع اصوات تقول ده اسرائيل هتلجا للمحاكم الدوليه وتلجا للتحكيم الدولي وبالتالي سوف نخسر ذلك، مدى صحه ده؟ انا ما اعتقدش، لان زي ما بقول لحضرتك هو راي قانوني وراي يعني اعتقد ان هو راي قانوني مدروس، ان هو يعني ده طبعا مخالف لكل الاسعار العالميه يعني كان مع يعني داخل فيها كلام كتير قوي، كلام كتير يعني مصالح وحسين سالم يعني داخل فيها مصالح قبل مصلحة مصر، كانت مصالح شخصية وما كانش محسوب مصلحة مصر خالص. فأنا أعتقد هي إسرائيل بتهدد لكن هي مش هتقدر تعمل كده، لأن هو هيتحط السعر العالمي للغاز، وطبعا أكيد ده بيقل كثيرا عن السعر العالمي، فهتكون في صالح مصر أعتقد مش في صالح إسرائيل. طيب نتكلم برضو عن جزء تاني ملحق باتفاقية السلام وهو اتفاقية الكويز اللي هي شئنا ما بينها جزء من اتفاقية عالمية للمناطق الحرة، ويمكن المستفيد الأكبر منها هو إسرائيل، وإحنا برضو عندنا جزء من يعني دايما عندنا مشكلة التطبيع، فبالتالي ما بنستغلش الحاجات اللي ممكن نستفيد بيها من الجزئية دي. مستقبل اتفاقية الكويز بالنسبة لنا هيكون عامل إزاي؟ هل هنتوسع فيها؟ هل في إطار الوضع الحالي أو الاتجاه العام اتجاه الاسلام السياسي هل ممكن يعني زي ما بيقولون كش منها اكتر؟ حضرتك شايفها ازاي؟ والله هي اسرائيل في الكويز يعني محشوره، امريكا حشرتها حشر كده بس لمجرد ان هي تبقى يا اما جزء تطبيع يا اما جزء انها تحاول تدخلها في الشرق الاوسط. طبعا احنا يعني امريكا اعلنت او في كل مناسبه مش في اكتر من مره في كل مناسبه بتعلن انها بتحافظ على امن اسرائيل وهي المسؤولة عن إسرائيل، فهي عملت الاتفاقية دي على أساس إن إسرائيل طبعا إسرائيل كان ممكن قوي إن هي تتم المعاهدة دي من غير إسرائيل، لكن هي حشرتها على أساس إن هي تبقى يعني تشركها اقتصاديا مع الشرق الأوسط وفي نفس الوقت تحاول إن هي تبقى موجودة في الشرق الأوسط بشكل اقتصادي وبشكل أساسي
لكن هي يعني انا اعتقد ان دي داخل فيها دولتين مش دوله واحده، امريكا واسرائيل الكويز. فانا اعتقد ان هي هتستمر طالما العلاقات المصريه الامريكيه الاسرائيليه ماشيه في اطارها المظبوط، يبقى هتستمر الكويز. اعتقد ان هي يعني هتظل ماشيه مع اي تيار، اي تيار اسلامي، تيار اي تيار مصري، هتستمر المعاهده طالما العلاقات السياسيه مع امريكا واسرائيل في اطارها المظبوط هتستمر المعاهده. هل احنا ممكن نستفيد منها ولا هنفضل دايما احنا الطرف الاقل استفاده منها؟ هو احنا طبعا يعني بمعنى اصح، هل التيار السياسي العام يعني دايما السياسيين بيبقى عندهم كلمات وشعارات قبل ما يوصلوا لسدة الحكم او يبقى في ايديهم القرار، لكن لما بيوصلوا لموقع القرار الاوضاع السياسيه دايما السياسه مش مرتبطه بالاخلاق، مرتبطه بالمصلحه. ويمكن جزء من ده تيار الاغلبيه الاخوان المسلمين في لما ابتدوا يعني يظهروا جليا على الساحه وزارهم وفود من الكونجرس، فادوا لهم أربع تطمينات، يمكن منها كلام عن الأقباط، منها كلام يمكن على علاقات مع إسرائيل. هل ممكن التيار الإسلامي السياسي أو ممكن السلفيين أو الإخوان المسلمين يبقوا مضطرين إن هم يقعدوا في يوم من الأيام مع الإسرائيليين على ترابيزة واحدة للمفاوضات، ولا ده غير مطروح؟ لا أكيد يعني أكيد هم دول اللي هيبقوا مسؤولين عن الحكم، يعني على الأقل في البرلمان لازم هيقعدوا معاهم، ولو شكلوا الحكومة وده طبعا وارد لازم هيقعدوا مع اسرائيل زيها زي اي دوله، وهيبتدوا بقى مفاوضات. هيتكلموا في كل حاجه بقى، مش اقتصادي بس طبعا، هيتكلموا في الجانب السياسي، في الجانب الامني وده الاهم. يعني اعتقد ان هم لازم هيوصلوا لحاجه. بس اعتقد ان الجانب الامني صعب يتكلموا فيه دلوقتي، انه لسه برضه المجلس العسكري قائم باعمال رئيس الجمهوريه. بس هل ممكن نعتبر انه جلوس الاخوان المسلمين مع اعضاء الكونجرس وجون ماكين وكل الناس اللي جت، هل ممكن نعتبر ان ده بدايه مقدمه، والتطمينات اللي هم ادوها لهم بدايه مقدمه لانه يبقى في تفاهم عام الاطار السياسي القادم للفتره اللي جايه، ولا ده ممكن يكون استغلال لموقف مؤقت وبعد كده يبقى في تعديل في السياسات، خصوصا انه جماعه الاخوان بتغير كلامها كتير، يعني رايهم النهارده كده بيرجعوا بكره يغيروه كده حسب الظروف. هو طبعا كلامهم بيتغير كل شويه، لكن ده لانهم يعني اعتقد ان هم لما انا بتكلم على فكره على قدام الفتره القادمه اللي هي بعد انتخاب الرئيس، واعتقد ان الاغلبيه هتبقى اسلاميين في الحكومه، هتبقى الموضوعات اكثر استقرارا، هيبقوا قاعدين على ترابيزه واحده، هتبقى اتفاقيات مكتوبه ما ينفعش اي طرف يتراجع فيها، فبالتالي مش هيبقى في تراجع، لان مش هيبقى مجرد كلام اعلامي بس للاستهلاك المحلي، لا هيبقى هو يمكن المشكله هتبقى ان الاسرائيليين برضو بيرجعوا في كلامهم كتير هتبقى اتفاقيات مكتوبه تلزم الطرفين، اسلاميين واسرائيليين وامريكان، كل الاطراف تلزم كل الاطراف دون رجوع او نقوص اي طرف منهم. نتمنى. طيب خلينا ننتقل لجزء تاني وهو خط الانابيب اللي عمال بيتفجر، ادي 14 مره اتفجر لغايه دلوقتي ومش قادرين نمسك مين اللي بيفجره. دي حاجه سمعنا عن انه في متهم ولسه ما عرفناش مصيره حتى الان ايه، لكن بعض الخبساء دائما يشيرون الى انه لما بتحصل مشاكل مع قطاع غزه او بتتاخر حاجات او المعبر ما بيتفتحش في اوقات معينه، انه يعني بيحاولوا يربطوا ده بحماس وبالوضع في الاراضي الفلسطينيه، وانه ده يعني باختصار بيبقى رد على الاوضاع دي. حضرتك شايفه تعليقك على الموضوع ده؟ والله طبعا كل المصريين لما عرفوا تفاصيل موضوع الغاز، تصدير الغاز لاسرائيل، المصريين كلهم رافضين. يعني انا اعتقد يعني انا الاوان لاسرائيل انها تنظر في المعاهده دي وهي اللي تطلب النظر فيها، لان انا ما اعتقدش بعد 14 مره تفجير، وده طبعا ما اعتقدش انها هتبقى الاخيره، انا الاوان ان اسرائيل هي اللي تطلب تعديل حتى تضمن وصول الغاز ليها اذا كان هيوصل بالاسعار المناسبه ويوصل بدون تفجيرات.
فأنا أعتقد ده مطلوب يعني إن هي تنظر للموضوع ده. طيب، في 65 مصري في سجون إسرائيل أعلنوا إضرابهم أول امبارح عن الطعام في يوم الأسير، تعليق حضرتك. الحقيقة طبعا وزارة الخارجية اللي أنا عارفها طبعا بصفة دقيقة، يعني وزارة الخارجية طلبت من سفاراتنا في الخارج أعداد حصر أعداد السجناء في السجون، ومنها طبعا إسرائيل، على أساس إن احنا نعرف إيه التهم الموجهة لكل الناس، وإذا نقدر إذا مصر تقدر تتدخل وتفرج عن القضايا السياسية. واعتقد ده مرتبط بالمخابرات العامه المصريه، لانه في جزء برضو من السجناء تم رفض الافراج عنهم لاسباب او لاخرى لا نعلمها. يعني ما هو يعني بنوصل يعني وكان يعني اكتشفنا حاجه غريبه جدا، ان في احدى الدول العربيه 34 سجين مصري اسلامي مسجونين بدون اي تهم من 3 لـ7 سنين بدون توجيه اي تهم ليهم، ودي برضو مشاكل يجب على سياسيين حلها. سؤالي الاخير بس عن أزمة مياه حوض النيل واتفاقية بسبب اتفاقية عن تيبي، وهو السؤال بس في الجزئية دي، هل ده تقصير مننا تجاه دول الإفريقية ولا إسرائيل لها يد مباشرة كما يتهم الكثير من السياسيين إسرائيل في أنها ليها يد مباشرة في الأزمة؟ أنا ما أعتقدش أن إسرائيل لها يد مباشرة في الأزمة. إحنا كان قبل الثورة العهد السابق كان بيتعالى على دول حوض النيل باعتبارنا ان احنا اعلى منهم وارقى منهم، خصوصا بعد حادثه اثيوبيا للرئيس المخلوب وحضرب مظبوط من سنه 95 طبعا، وعلاقتنا تدهورت بافريقيا وخصوصا دول حوض النيل، مع ان احنا ما نقدرش نستغنى عنهم يعني بيضمنا. يعني المشكله عندنا احنا باختصار، هو كانت عندنا بس احنا الحقيقه بعد الثوره ابتدينا ان احنا نتكلم معاهم، وهم لما عرفوا ان في حصل تغير في السياسه ابتدوا يقبلوا علينا وابتدوا يتكلموا معنا، وابتدينا نوعدهم بمشروعات تنموية مشتركة، وده طبعا اللي هم كانوا محتاجينه، وابتدى بقى في حوار معاهم مستمر. يعني نتمنى نحل مشاكلنا لان بلدنا محتاجة الكثير من العمل. الكاتبة الصحفية استاذة سحر ضياء الدين، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد، نورتينا يا فندم. ميرسي جدا. مشاهدينا دي كانت فقرتنا، لكن هنسيبكم مع تقرير. بمناسبة عيد الربيع اقيم بدار الاوبرا المصرية حفل الموسيقى العربية لفرقة الفنان المايسترو سليم سحاب واحيته الفنانة مي فاروق. نشوف التقرير اللي عملته كاميرا نهارك سعيد ونرجع نكمل اخر فقراتنا في نهارك سعيد. تابعونا.